هادو الناس هادو راهم كيهضروا وراه لكم معكم عبد المجيد بن حسين رئيس هيئه الضامن الوطني للدفاع عن الانسان. اليوم جينا نضامنوا مع خوتنا هذو اللي غيتشردوا اللي غادي يوليو مجرمين اللي غيوليو فاسدات حيت البنات هما تبارك الله خدامين ولكن غيصيفطوا من الشارع. هادو ما قنعوش من عباد الله يخليو بنادم خدام ديروا معاه محل خليهم خدامين وديروا معاه محل انتم تقطعوا عليهم الرزق ديالهم. هادو قاوي يعني كيف يخدموا الشيشه وكذا بحال بحال الوطيلات يعطيهم تراخيص هما جراو عليهم. هادو راكم خدامين راه كانوا تيخلصوا ولكن هادو واقيلا بغاو يخلصوا واقيلا شويه زايد. هادو الناس راه كلهم كانوا تيأديو ديروا لهم تراخيص خلي الدوله تستافد من هادشي. راه العائلات راه كاين 800 ديال العائلات 800 عائلات 8 ضربها في 7 راه ولينا في 5600 ديال الناس اللي غادي يتشردوا من هادشي هذا. وشكرا. نعم لا احنا ماشي السلطات الجماعه هي اللي عطات هذا القرار باش يديروا لهم الاغلاق ويسحبوا لهم التراخيص. كون قهوه كتخدم 10 ديال الناس وخدموا لنا انتم 4 خدمتوها العائلات ديالكم حشومه عليكم. بعدوا من هذه البلاد وبعدوا من هذه البلاد. هذه البلاد فيها الملك وفيها الشعب مع الملك. عاش الملك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه لهذا الشيء اللي وقع اليوم وهاد الناس اللي جاي كيطالبوا بالحقوق ديالهم، المشكل المطروح هو ان الجماعه دارت واحد اللجنه خاصه وخرجوا للمقاهي باش انه قال لك باش انهم يسدوا المقاهي في خطره. وهاد الناس الا مشاو تسدوا هاد المقاهي ما راه عاوش الناس بزاف هما اللي متضررين اللي هما العمال. كل مقهى على الاقل كتخدم واحد 7 ديال الشغيلين ديال الناس. وهاد 7 الناس كل واحد كل فرد من هاد 7 الناس تلقى كيصرف على 10 ديال الناس، منهم ادويه منهم ماكله منهم شراب منهم بزاف ديال الحوايج. السؤال المطروح مع هاد الناس، هل هاد الناس دابا حاليا اللي دايرين اللي ساهرين على هاد الشيء باش انه يوقفوا الشيشه او مقاهي الشيشه في مدينه سلا، هاد الناس واش غيوفروا لهاد الناس من بعد اللي هما حنا واللي حنا هاد الشعب المغربي واش غيوفروا لهم فرص العمل؟ واش غيوفروا لهم فرص العيش؟ ولا غادي يديروا هذا الحل من ذاتهم من راسهم؟ اذا كانوا غيديروا هذا الحل هذا خصو يكون حل قال لك اذا عمت هانت. هذا الحل نورمالمون اللي كان غيدار على المغرب كامل، ما يدارش على مدينه وحده ولا على سيكتور واحد. ولا حنا كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو والله يشافيه في هذا النهار. الا كان غيكون شي حل، الا كان مثلا نعطيك مثلا كاين واحد الحل اللي هما مقاهي العاديين، مقاهي عاديين قال لك شيشه. الا كانوا غيمنعوا الشيشه على اساس انك تضرب بصحه المواطن، راه التدخين راه عامه كيضرب بصحه المواطن، ما نبقاوش نتخباو في عين البرا. كاين السجائر كيضروا بصحه المواطن، المخدرات كيضروا بصحه المواطن، الكحول اللي كيتباعوا في الكرون سيرفاس كيضروا بصحه المواطن، راه ماشي الشيشه بوحدها. علاش اللي ما يديروش حل لهذا المغرب؟ علاش اللي ما يديروش حل مع الناس ديال اصحاب المقاهي؟ يديروا حل ويديروا لهم تقنين ويطالبوهم بالضرائب ويطالبوهم بجميع انواع الشروط وانواع ارباب المقاهي راه غيوافقوا بيان سيغ على هذا الشيء، وما يكونش هذه المتابعات وما يكونش هذا الشيء هذا. حنا راه كنطالبوا بالحقوق ديالنا على وديك الحرمان ديال بزاف ديال الناس، مع العلم ان المغرب فيها فرص العمل ضعيفه بزاف 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 بزاف. وكنتمناو من هذا الميساج يوصل لسيدنا والله ينصر سيدنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.